بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، هذه قاعدة شرعية لابد كلكم تؤمنون فيها وتعلمون عيالكم. أنا كثير من الناس يقولون لي والله عبد العزيز احنا نطالع عيالنا معانا ونستحي. يا أخي لا تستحي، ترى أخوك ما يسب ما يشتم. أنا أخوكم أقول ألفاظ شرعية حقيقية لابد عيالكم يتعلمونها، وراح أسوي حلقة عن كيفية تعليم أطفالنا هذه الألفاظ. ولدك لازم ينشأ على الحلال والحرام، لابد ينشأ ويعرف أن هذا صح وهذا غلط. لا تقولي والله أنا استحي، لا تستحي. أخوانا الأفاضل، للأسف الإعلام زين لنا أهل الباطل وأهل الحرام. بعطيكم مثال، بعض الرقصات، خلنا نتكلم عن مصر، مع أني أنا مؤمن أن أهل مصر الشرفاء ومصر بريئة من هالأنجاس اللي موجودين للأسف يعيثون في الأرض فسادة في دولة مصر الحبيبة. تجيك رقاصة، رقاصة طول السنة تهز، طول السنة تنام مع رجاجيل، طول السنة تزني، وتيجي في رمضان شو تسوي؟ الموائد الرمضانية، وتطعم الفقراء، ويستضيفونها الكلاب الأنجاز في الإعلام، لقاء مع الراقصة دينا ومينا وفيفي، وجزاكي الله خيرا، عملتي مائدة رمضان، انت بتحبي الفقراء، انت ليه بتعملي كده؟ انا والله بخاف من ربنا، وانا عايز اعمل الخير، وانا عايز اخش الجنة. طب يا نجسة يا قذرة، تدخلين الجنة بفلوس الهز؟ تدخلين الجنة بفلوس الرجال اللي بيناموا معاكي بالحرام وبيزنوا معاكي؟ ها؟ تدخلين الجنة بالتعري؟ اخوان الافاضل، هذه القاعدة الشرعية لابد كلكم تؤمنون فيها. ان الله ايش؟ طيب، لا يقبل الا طيبة. الفلوس اللي تدفعينها في المواد الرمضانية وفي مساعدة الفقراء فلوس حرام، الله ما يتقبلها. فيا اعلاميين، يا انجاس، لا تزينون لنا الباطل والحرام، وتزينون لنا اهل الفجر والمعصية، ومش بس المعصية، الجهر بالمعصية. وللأسف أنا عندي شباب مصريين فعلا، يعني أحيانا أجلس معاهم وأتكلم معاهم، أقول لهم والله الرقاصة هذه وكذا كذا. لا يا عبد العزيز، أنت عارف والله يدي طيبة، والله يدي بتدي زكاة للفقراء، والله يدي بتساعد الفقراء والمساكين، وبتعمل مواد رمضان. يا سلام، فلوس الزنا تعمل فيها مواد رمضان. والله أنت خايب لما تؤمن بهذا الشيء، وأنا ما لومك، لأنك أنت إنسان فتحت مخك للمعرصين في الإعلام. إخواني الأفاضل، هذه مصيبة كبرى يقع فيها خاصة عيالنا لما يؤمنون بأن أهل الباطل يحبون الخير، والله قاعدين يكتبون عليكم. كذلك للأسف عندنا حتى في بعض دول الخليج، يجيك واحد حرامي طول السنة، حرامي بايق الدولة وبايق الشعب وماص دماء الشعب، ويجيك ويقول لك وقد تصدق رجل الأعمال بمبلغ مليون دولار لمساعدة الفقراء، ويحطون صورته في الجريدة ويجيبون صورته هو يعني قاعد يسلم ويعطي تشيك بمبلغ مليون دولار حق رئيس جمعية خيرية، وجزاه الله خيرا ورزقه الجنة. يا أوباش، هذا دافع مليون دولار ولكن هابش مليار دولار، سرق مليار دولار من أموال الشعب، ومليار دولار من خزينة الدولة، ومليار دولار سارق من ماصص دماء الناس، ومطلعين انه هو الرجل البر والتقوى، ان الله طيب لا يقبله الا طيبة. لا تضحكون على الناس، يطلع في الجريدة ويطلع في الاعلام وكأن هذا هو ملك من الملائكة، تقي من الصالحين، ولي الله، حجة الله، حرامي. وايضا للأسف في بعض الدول قواد، فاتح فندق قواد عند عاهرات ويتاجر فيهم، ويطلعون لك وياه وهو رايح، أحلى شيء يصورونه وهو رايح مثلا مخيم من المخيمات اللي فيه مثلا لاجئين واللي فيه أيتام، ويروح دار الأيتام ويحط يده على الأيتام. يا حي يا طيب يا طيب، يا شو أقول عنك والله، أنت 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 يعني البلسم الشافي. يا نجس، ما خليت مليون، ما خليت مليار إلا وسرقته، وجاي الآن وتمسح على شعر الأيتام، وأحلى شيء وهو يقدم فلوس الحرام اللي بايك فيها من الدولة مليارات سارقها، وهو يعطي مثلا بعض الأموال البسيطة التافهة للأيتام، ويكتبون لك تحت أنا وكافل اليتيم في الجنة
هاتين يا حبيبي يا حبيبي. إيه لا لا أنت في الجنة، أنت وان واي تيكت على الجنة. مش كأنك أنت سرقت الأموال يا حرامي، مش كأنك أنت يا قواد جمعت الفلوس من عرق فروج النساء. تجمع فلوسك من عرق فروج النساء وتروح تعطيها الأيتام، تفي عليك تفي عليكم يا إعلاميين يا أنجاس. أنا قلت لكم الحرب في هذا الزمن حرب إعلامية، حرب غسيل المخ، ويحطون لك إياه في غلاف مجلة من المجلة، رجل العام، رجل أعمال العام، آخر حاجة أمة الإسلام، رجل أعمال العام، قواد من القوادين، مخنث من المخنثين. والله يطلع لك واحد من المخنثين هذا في الانستغرام، ولا تطلع لك الملكة، ولا تطلع لك واحدة من الرقاصات، ولا تطلع لك المغنيات اللي مشهورين بجلسات السكر والعربدة واللي كلها رقص وحرام، وتطلع لك وقد تصدقت وقد دفعت وقد. وكلها لعلمكم هذه ملاليم الفتاة يدفعونها بس من أجل الشو، فتقعد مع شباب في مجلس. والله يا عبد العزيز لا تلومه، هذا والله هذا يسوي خير، يسوي خير من عرق فروج النساء، يسوي خير وبايق الناس، يسوي خير وما خلى مشروع إلا ونصب وسرق فيه. وين تجيبون هالكلام؟ خلوا عيالكم يتعلمون هذا الكلام، يتعلمون إن هذا مهما تبرع فهو يتبرع من إيش؟ من فلوس الحرام السقوم اللي راح تكون وبال عليه. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومن ضمنها من ماله، من ماله، من أين كسبه، وفي أي مجال أنفقه، أو كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الله راح يسألك يوم القيامة فلوسك من وين جبتها ووين صرفتها. تقول حق الله سبحانه وتعالى أنا جبت فلوسي من القوادة، من بيع الخمور، من الربا. هل تعلمون إخواني الأفاضل أن الربا أشنع من القوادة، وأشنع من الدعارة، وأشنع من الخمر؟ وللأسف أنا عند حتى في الكعبة، حتى أمام الكعبة في مكة بنوك ربوية قاتلهم اللهم أنجسهم. إخواني الأفاضل الربا الربا الربا، إحنا نقول أوه هذا يبيع خمر، أوه هذا قواد، هذا عنده فندق. والله إخواني الأفاضل اللي يفتح بنك ربوي يعني إثمه أشنع أشنع. والربا علمكم من السبع الموبقات المهلكات اللي تبقي صاحبها في جهنم. إخواني الأفاضل الله يضحكون عليكم، يجيبون لكم فنانة رقاصة ما في حد إلا راقد فوقها في الأفلام، ويجيبونها وقد تصدقت وقد تبرعت وقد من هذا الكلام. صحصحوا يا ناس، صحصحوا صحصحوا من الإعلام اللي قاعد يغسل للأسف عقول الناس. أتمنى الرسالة تكون وصلت. وراوع عيالكم، راوع عيالك، خل ولدك يشوف هذه المقاطع لجل ما يتعلم. لا تقول والله عيب، خلي يعرف شنو معنى قواد، خلي يعرف شنو معنى مخنث. لا تقول لي عيب، ولدك عمره 10-12 سنة. هل تعلمون أن سيدنا عمرو بن العاص تزوج عمره 12 سنة؟ قالوا عنه طفل، قالوا عنه ياهل، شلون يا أبو عيال. هل تعلمون أن سيدنا عمرو بن العاص أصبح جد وعمره 24 سنة؟ أنا بعطيكم المعلومات إن شاء الله في حلقات قادمة. الله سبحانه وتعالى بس يعني قبل ما أختم، كوهينو الله يطول في عمره، كوهينو الله يطول في عمره، الله يبارك فيه، الله يخليه لنا. اللي قاعد يجيب لكم الكفر والأصنام، اللي قاعد يحط يده مع يد الصهاينة، وفي النهاية الله يطول في عمره والله يبارك فيه، وهذا اللي يبي يدخلكم جهنم وفي النهاية الله يطول في عمره. تعلموا تعلموا إخوان الأفاضل، لا يضحكون عليكم بحركة. شوفوا تواضعه، شوفوا شلون متواضع، شوفوا شلون كريم، وفي المقابل هناك يكفر بالله. حسبي الله ونعم الوكيل على الكذب والتزييف في الإعلام اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمن. وأكرر دائما والله ما راح ينصلح حالنا إلا إذا طهرنا الأمة، خاصة رقم واحد من الدجالين الإعلاميين اللي ماسكين الجرائد وماسكين الإعلام وماسكين الصحافة وماسكين الأفلام، اللي قاعدين للأسف يزيفون الواقع. أتمنى الرسالة تكون وصلت. معبودة